نحن هنكفي بباقي مساحتنا الصباحية وحنروح للمساحة القانونية وحنحكي عن القانون وعن حقوق الإنسان وخاصة ضمن الظروف اللي عم تشهدها فلسطين وأهالي فلسطين اليوم. هذه هي الاختراقات الازدواجية بالمعايير، القوانين اللي وضعت لحماية الإنسان إذا بدنا نحكي عنها بشكل واقعي ليلى، كيف عم تكون ضمن الممارسات اللي عم يستخدمها الصهيوني ضمن فلسطين؟ صحيح، ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذة هلا رشيد المحامية، لنحكي عن دور نقابة المحاميين بالوقفات التضامنية والمساندة للشعب الفلسطيني. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، صباح الخير لسوريا الحبيبة، صباح النصر لفلسطين. اتحاد المحامين العرب تواصلوا مع جامعات الدول والأمم المتحدة لوقف نزيف الدماء بفلسطين لأرض فلسطين، وحكوا معنا على كان دورهم لوقف نزيف الدماء وفتح المعابر لتقديم المساعدات الطبية. مثل ما بنعرف نحن صار في قصف على المستشفيات، على المرضى، على الجرحى، فكانت وقفة تضامنية قوية معهم. كمان اتحاد المحامين العرب أرسلوا كتاب لنقابتنا، نقابة المحاميين، كان لها دور كتير كبير. استرعاهم طبعا كل الاحترام والشكر والتقدير لنقابة المحاميين لأستاذنا نقيبنا الفراس الفارس على الاستجابة السريعة لهذا الكتاب اللي موجه لإلنا من اتحاد المحاميين العرب بوقفة تضامنية احتجاجية ضد العدوان الاحتلالي الصهيوني. تمام، نحن اليوم الساعة 11 عندنا وقفة تضامنية احتجاجية مع طبعا تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتجاج العدوان الإسرائيلي. الساعة 11 للساعة 12 بكل محاكم في سوريا. التعميم نفذه النقيب فراس طبعا كل احترام له بأسرع وقت، فنحن رح نكون اليوم كلاتنا متواجدين من 11 ل 12 بالمحاكم. طبعا بتعني وقف المرافعات، وقف أي إجراء قانوني، رح نكون واقفين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. هذا اليوم واجب إنساني بالاعتراف بالحق الفلسطيني، يعني هو واجب كل حدا فينا مآمن بهي القضية، هي قضية واحدة بالنهاية. اليوم عم شوف انتهاكات كتير كبيرة ضمن فلسطين، قصف للمدنيين، قصف عشوائي، قصف لدور العبادة، المراكز الصحية. اليوم مثلا عم نحكي عن قانون الدولي الإنساني اليوم وازدواجية المعايير اليوم، هل هذا خرق عم بيكون لهذا القانون؟ طبعا نحن هذا خرق للقانون الدولي الإنساني، لأنه أنا بداية إذا بدي أعرف شو يعني قانون دولي إنساني، القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تكفل حماية الأشخاص المتضررين والأفراد المدنيين من النزاعات الدولية، فهذا الشيء كله خرق وانتهاك للحق، لحق المدني وحق الفرد والأشخاص المتضررين. فنحن لما بيكون في قصف على الشعب الفلسطيني وقصف بعشوائي بشكل عشوائي يدمر مناطق، يدمر أراضي عربية، هذا كله انتهاك للقانون الدولي يعاقب عليه. طبعا مثل ما بنعرف نحن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل قواعد القانون الدولي الإنساني، وما في لا حماية لأفراد ولا حماية لأشخاص، ما في عقوبة اليوم، ما في مساءلة يعني. تماما، حتى القانون الدولي كان لازم يكون في روادع أقوى من هيك بوجه الاحتلال الصهيوني. تمام، خلينا نحكي اليوم عن فرض الحصار على غزة، هل هناك إقرار رسمي بانتهاك القانون الدولي؟ طبعا اكيد في انتهاك للقانون الدولي، لانه نحن بدنا نحكي بنرجع للقواعد الاساسيه اللي هي حمايه الافراد والاشخاص المتضررين. انا لما بكون امام حصار، الحصار شو يعني حصار؟ الحصار يلي هو ممنوع يدخل الادويه، ممنوع دخول الغذائيات للشعب، اهالينا وشعبنا بفلسطين، فهذا الحصار هو انتهاك للقانون الدولي، هذا كلياته ضد الانسانيه، هي افعال لا انسانيه هذا الحصار. لما انا بكون محاصر ضمن اطار، لا بقدر اطلع، لا بقدر فوت، لا بنقدر نقدم ادويه، المساعدات الطبيه ما عم يقدروا يدخلوها لفلسطين، لمساعدات الكادر الطبي للمستشفيات. طيب اليوم استاذه هلا، اليوم عم تقولي اليوم في وقفات تضامنيه من نقابه المحامين، اليوم شو هي اهم الشعارات المفروض حضرتكم وكل حدا اليوم حابب يكون ضمن وقفه تضامنيه انه يحملها، شو اهم الشعارات اليوم الموجهه لازم تكون للشعب الفلسطيني؟ اهم شيء نحن لازم نكون معهم قلبا، ونحن طبعا قلبا وقالبا معهم. انا بتمنى نحن لو نكون معهم فعل، بالفعل وليس بالقول، يعني نحن لازم نكون اتحاد فعلا عرب ونكون معهم بالفعل وفتح الحدود ونطلع نساعدهم بالفعل. طبعا نحن اهم شيء انسحاب
الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، مواجهة العدوان المحتل للشعب الفلسطيني. نحن شعب فلسطيني، شعب حر، أبي شعب أرض عربية. القدس هي عاصمة مقدسة، عاصمة القدس هي عاصمة فلسطين، هي مهد الأنبياء، فهي القبلة الأولى. فطبيعي نحن ندافع عنها، لازم نكون كلاتنا إيد واحدة وندافع عن فلسطين العربية. طيب اليوم هدول الوقفات بتحسي أنه اليوم هنون رح يعملوا تأثير بال، يعني اليوم نحن بنعرف الرأي العام، دائما الرأي العام بين الصح والخطأ، يعني أنا الخطأ بيروح لي التصويب بسبب الرأي العام. يعني هلا طبعا نحن يعني رح نكون واقفين وقفة تضامنية مع أهلنا بفلسطين، هي وقفة حقيقية من الداخل قبل الخارج. صحيح. يعني نحن بنبين أنه نحن خارج نحن واقفين، بس نحن من جوا نار عم تغلي لوقوفنا مع أهلنا بفلسطين. نحن نكون معهم إيد بإيد. هذا الشيء طبعا أصلا هذا هي الوقفة هي عم تسبب خوف للعدوان الإسرائيلي، وقت بيشوف العرب متحدين ووقفتهم تضامنية واحتجاجية وقفة كاملة، فهذا الشيء بيؤدي لهم لخوف من جواتهم. هن دائما الاحتلال الإسرائيلي هو جبان ضعيف، يعني وقفتنا نحن بإيد بإيد ووقفة واحدة، فهذا الشيء بيخليهم الخوف يزيد عندهم، يزيد بمشاعر الخوف عندهم، فهذا أكيد أثر إيجابي ل خاصة الشعب الفلسطيني. اليوم يمكن النقطة الوحيدة اليوم ممكن يتخوف منها هو الاتحاد العربي، يعني هو حلم، يعني نحن عشنا على هذا الحلم العربي، ولكن اليوم وكالات الإعلام وقت اللي عم تنقل أي وقفة تضامنية أيضا الوكالات العبرية عم تنقل هذا الخبر. فاليوم هاي القصة أكيد كتير إيجابية حتكون وحتأثر بشكل فعلي. نتمنى، يا ريت، يعني بالعكس نتمنى هذا الشيء، وبإذن الله نحن رح نكون معهم قلبا وقالبا. خلينا نحكي أكثر عن دور نقابة المحاميين يعني بإيصال الصوت بهي الوقفات التضامنية للمجتمع الدولي بخصوص حقوق الإنسان، وخصوصا هالاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني من نساء وأطفال، يعني اللي عم بيصير بدون أي رحمة. نقابتنا، نقابة المحاميين، سرعان ما استجابت الكتاب الموجه لنا من اتحاد المحامين العرب بالوقفة التضامنية الاحتجاجية. نحن لازم، نحن طبعا لنا دور كبير، مجرد المحاميين والقضاة يوقفوا هاي الوقفة، فهذا خوف كبير للاحتلال الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي ضد الاضطهاد، ضد القتل، ضد قتل النساء والأطفال. دائما نحن هذا الشيء ضده، ما لا يعني ما بصير نحن نكون معهم مساندين ولا بشيء. فنحن وقفتنا هذا لحاله خوف لهم ورهبة للاحتلال الإسرائيلي. إن شاء الله تكون هيك النتائج إيجابية، ويكون لقاءاتنا الأخرى بالنصر. أستاذي هلا بكلمة أخيرة من حضرتك اليوم لأي حدا عم يشوفنا ضمن على شاشة الإخبارية السورية. بدي وجه كلمة، أنا في نفرق بين دولة إسرائيل والاحتلال. دائما نحن بنقول إسرائيل، فنحن لما بنقول كلمة إسرائيل فعطيناهم الكلمة إنه أنتوا دولة، أنتوا كيان. نحن لازم دائما نسميهم الاحتلال، لأنه هن محتلين لأرض مقدسة عربية. نحن ضد الاحتلال، والأمم المتحدة أيدت الشعب الفلسطيني بقرارات سابقة بأنه هو له حق، لحق الشعوب بتقرير مصيره، أيدته بهذا الشيء. ولكن الاحتلال والسياسات الإسرائيلية تجاوزت وأعاقت هذا الحق للشعب الفلسطيني، وما زالت محتلة لأرض فلسطين. أكيد اليوم هذا الاعتراف كان جزئي من بعض الدول بوجودها كدولة. نحن بالنهاية بنقول الكيان والاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. شكرا أستاذي هلا لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، وأكيد بنتمنى لكم التوفيق اليوم بالوقفات التضامنية اللي عم شكرا لك. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه.